بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ري وصل شاو ورمدارسي راني سجانا وشره الدروس المهمة لعامة الأمة رمي شرحي يا شيخ عبد الرزاق البدري حفظنا الله وإياه. راني سونيسا زي أقسامه زي شركي رسوكاشي ابن باز رحمه الله تعالى ورسوكا شركي يوناون رار شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي بلابو شيخ عبد الرزاق هنا شرهم يروزيا شيخ ابن باز رحمه الله أتا وسيلي أنوكا إن من يعرف الشرك ويعرف عاقبته الوخيمة يخافه جدا على نفسه امريكاو وجو الشركي يعرف ان جواه ومسموي وشركي يخافه جدا على نفسه لا بغير اللي نفسه ما هي هنا شركي يعني يكم هارا يورا شركي انه اسمه هون يورا اللي نفسه ما هي هنا شركي بس نجي هفاني حاجه قرسي وانا يقب زيرو نمسموي وكلان سيزا امريكا وشرك منهيم. يكفي في ذلك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في موضعين هبا نجوت وشع إلي وجود وميسو موي وهلذ بلا شرك نجوت وشع صومي أيين كاوي جار مسورة النساء يرمما لنه إلي إن الله لا يغفر أن يشرك به الله سبحانه وتعالى هكيك يكسامي شرك ونهين يعني جوفك جبهة توبة ليك أوفى لذنبيله كانوا لساميه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شايو ساميه إما ذنبيل سنوى شركي هرون بكاول ينزو يم ساميه يعني يم ساميه وينزو يم ساميه إن بكاول فنى ذنب بكاول سنوى شركي كجوه يا بها توبة شاي إن بكاول فنى ذنب يا بها توبة بين قدي شركي إيو شاء الله سبحانه وتعالى يم ساميه. أما ما بسيقيا ما جوفنا ذا بيسوس شركي يبقى كم وجود جم ساميه ما لما كان مسلم أفنى ذا بيكا ولوتي ذا بلا شركي إكا الله سبحانه وتعالى وانزو يوم ساميه كان قاسو هانزا يوم عذيبون يا جمتو أمروني هدن بغوني وهذا في حق من مات على ذلك يعني أينو إنو يسيها من بكا وهفنى ذا بلا شركي شاي جوكا وهابها توبة كانوا وجو ساميه له جوكا وهاي هي بها توبة نجي هكا هوفا إمبوهم جو ساميهيلو كا بها توبة قبلها الروحي جهوري غرغر جهوري منكم يجو فإن من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في الرحمة أسأل الله السلامة والعافية أو كان إمبوكا وهافو جمالة ذا بلا شرك يابو كاسنا طوماتينا يوكا يا برسوان ذي رحمة زمي يزمي سبحانه وتعالى كاسنا طوما يوكا يوربهاتي يوكا الله سبحانه وتعالى يمرهم ولا نصيب له من المغفرة كسنا فنفوتين هرمين ري هرمين مغفرة الله سبحانه وتعالى ومسامهم يزمنا جوكا وسامي هو ندام مزمو بزهاه بايم ركا وفونا شركي كسنا طماه زنوه يزو كسنا طما يوكا يجو سامي هيلو ليس له إلا العذاب أبدا الآباد كسنا هو كسب عذاب أبدا الآباد يعني يمسلك بكيه دائما كنوره هايه ورمان ذويه يمروني ويبدأ معه العذاب من لحظة مفارقة روحه جسده نعذب يسنغو هدي سرنزو كتي إروهيها أهيلوك وطولوا إروها رمزنغو زهاه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أما ديلك نبيها محمد صلى الله عليه وسلم بوكايا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار يجوفا نيهو لها قبل يجافا ومبرو سوسي الله سبحانه وتعالى ومبرو كاونجا كيمي الله سبحانه وتعالى ومبرو سوسي الله سبحانه وتعالى بهي امرو وجو جمروني امرو كاو هون لها وكاتيا فاو هون هاني لذنب اللين انتم باكي سوكا وكاتيا فاو يلدى بغا فنو شرك شاهي فنو كابولا كجبها التوبة إذن يا أبو جون جمروني ما دمها بمرو سوسي الله سبحانه وتعالى هرجع بمرو رد سؤال ميز سبحانه وتعالى زها جزاها وسوا وزي السفر ماي
إلى خوف يا جرم يزم جرم روي زين الرغب يا جرا يا جفن إلى الله سبحانه وتعالى زين بلا جفن إلى الله سبحانه وتعالى شاهد جموز جفن ليو إمروي بس يا هو إمروي جو جمروني جفن الرغب ما دايزو فهذا الدخول للنار من حين تفارق روحه جسده نزوا كتير ويا هجو فارق زين جزهاه بس يا هو وجرنا عمره وسوم مكلاسيزا جمروني رزوا كتير ولهذا قال العلماء هي زوما علماء وكا ان النار قريبه جدا من المشركين حقيقه ومر وقريبها كوي وسمر مشرك مركا مشرك زمغنا هير رونسا مفالو من جه شرك ومبرص سنيز سبحانه وتعالى وي هنا ذيرا مبرص سنيز سبحانه وتعالى نقول سنز ميام قرب شهر مبرص سنيز سبحانه وتعالى او سنز ميام وي هو ذكر مر يتوسي الله سبحانه وتعالى بس يابو ليس بينه وبين النار إلا أن تفارق روحه جسده أمره كسنا رغوز مزيا وبين أهن أمر كسلو تكره يهاه إلى وهرمز مزهاه فيدخلها ينجي أرمومر ينجي أرمومر وأول ما تكون النار له في قبره هداني عند سوان ذبله أمر ينزو كبريني ونعوذ بالله فيكون حفرة من حفر النار يلوكا غاما مهما غاما يمروني كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون هو الله سبحانه وتعالى يا هابا هو نيسا زنوكي كانوا زوكا هنا قوم يا فرعون نانا فرعون وكايا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا غدوا وعشيا يعني وبتاسنا وجيوني في الصباح والمساء وبتسوان ولهو ونياذ بالله هرمومر النار يعرضون عليها أي آل فرعون يعرضون على النار في الغدو والأصال في الغدو والعشي يعني رابو تسر وجيوني واسوه له هرمومر وهو ونياذ بالله وانذبوا له هرمومر نيورا زو كبرين أو كأوتمزاء ممكن ويوم القيامة يعني انسوا القيامة بعد أبوه ينذب ياسا شابان رنزيه كبريني واسمه لسوا ينذب ينو نسأل الله السلامة والعافية نعوذ به من النار ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم ويوم القيامة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني انسوا القيامة وجبر لهم آل فرعون وفرعون نقومها يعني وتشدار ما ذا بون زيرو بياف هذا بو يعني هذا بون بياف شابان بابينو النار يربون عليها غدوم وعشية هندو كبرين رانز مدر قان شهر وقد قال الله تبارك وتعالى في بيان أن من مات على الشرك والكفر لا مطمع له إطلاقا في الرحمة والمغفرة لأن الله سبحانه وتعالى هباها هو نيسا وكان بكاوها فو جملة ذنب الشرك لينو يا كسنا طمايو كايا ويكفروا فرس رحمة مغفرة أبدا إطلاقا يعني هو الشيزة كواس مفاكا الله سبحانه وتعالى وكايا والذين كفروا لهم نار جهنم وروا كفروا الله سبحانه وتعالى ونمر جهنم ليس لهم أي ليس لهم إلا ذلك يوم القيامة كواسنا براهين وجونيك ويكسلهم انسوا القيامة لا يقضى عليهم فيموتوا كانوا تو حكم لسان زي ما وجوكا وبسوا بلا وفزن غزيس ولا يخفف عنهم من عذابها كانوا مغزوا يا ربوس يعني كانوا مغزوا يا عذاب وجوف مبابي ولا كانوا سلم ما تخلصني وا وحكم لسان زي ما واف لا وعذب الله واف ولو كان من موي لذلك تفسير سورة سورة الآلة أميز مسوان وتعالى بوكايا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ابن كثير مكنري كان أهو فنفو يكاو جوستريه يعني جوفموا ولا كانوا كان مويكاو جورنا وجونا نفو نو حياتي هولا يعني كانوا حياتي كاو جوهم نفنيشا وكا وحياتي ولو نو مسوان ذيقول ولا كان أهو فنفو يكاو جوكا وستريه يفهمه أن هذا بيم يزم سبحانه وتعالى أكو إيه فمن المسلمات لا روح يا ساي آية هذه بقول ونعوذ بالله
نعم. ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لهاليو يدهل الكاولي بهن مركافيري يدهل الجولي بهن مركافيري وذكر ممرو كانه فا ولو كان كان مول ولا كان بوزي وعذاب وهم يصطرخون فيها واش مزاو وهذه بلور ممرو ولا نورمكلل نورميز ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يا فمي وافو ريتو هرمو عذاب ينو هرمو مرا جهنم اون رني رافا يعمل زمراجي كاو سيزورا كوفانا ان يعمل جوكا زوكا جيم سو سيزورا كوفانا قرار كوفانا عملي بنا دو وشرك مغناهين نادي كفر اخرجنا نعمل صالحا ريتو هرمو مرا اون رني رافا يعمل جيمكاو غير الذي كنا نعمل سوسن دي زراك وفانا اي غير الشرك والكفر الذي كنا نعمله في الدنيا يعني رافعين على اذن راجي سوسي دي شرك ني كفر ركاور كوزفانا وراك الدنيا يعني اولم نعمر بعدهم يزم سبحانه سنه واجبو كندري اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ايه كرجمني امتي زاني اموري كار جمني كان أموري نا سويحة نا ونونو نا وكاتي وكايا إني يا لازم يشلي يشلي إني كان يشلي يشلي رمني كان وكاتي وكايا إني هزو يشلي يشلي رجل يقولي أولم نعمركم إيه كار جمني كان أموري ما يتذكر فيه من تذكر إيكاو هرم أموري هو إني كان زي يشلي يشلي أنيني أكانا كأنا أنا أني مكانا وقت وكام يشلي مرجلين قوني مرسيز وكافرين شركي جمع بلي الله سبحانه وتعالى نو كم جزي فانيا وجاكم النذير ما جيلي ونمتو ميا جامو شلي زاني وكازر وزن كازرين دوان مرسي شركي إنو أو وجاكم النذير ما جيلو أنا زنفي وكايبانو زنفي زنو على عما يوكايبانو أم سفار وسنقو كاريبو نو كاتي وهي أنفي أولو جي بريبارو كابانا بام سفرانغو كريم ممكن ما أقول ممكن بشاو كي جنب ما تروك أفو كي جنب ما بروتينا فيه كافو شيء علامة لذلك هو ربنا ممكن أما أنذرك الشيء يزن في كزجوري سيزا كرجاو شل كزجاو شل زيزا إذا يوم ما تفسير رجل فسير فانو كواجهكم النذير يعني زين في زمجلي يعني ميشي مها تا مرو ما هيو كم كي نافي يا ولازم كي مرجعين قولي مكان سو مسيرين يمدوسوا القرآن ومغربي نستغفر سؤالي نولر نكان زز دراسة شاك من جزيف عنيا فذوقوا فما للظالمين من نصير نمذوقي عذابه نمهوب نمذوقي عذابه با مجن ما ظالم وقاس نمروان نصور نادو أروك وذرو ميز مسمان وتعالي حقيها هم شركي زناهين رو أي الظالمين أنفسهم بالشرك والكفر والركوة والظلموز نفسهم وزهاو هو شرك منهم كفور سبحانه وتعالى كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم يعني الله سبحانه وتعالى ومبارما يعينه كايا إن الشرك لظلم عظيم يعني شرك يظلم كوي ونجيب الظالمون فهم لوابا أنه يروي وظلم نفسهم وزهاو هو كاوزي ظلموك واتوكي زنزوك بجزان ذيبول الظلم والفنينري وشرك منهم فمن كانت هذه حاله امريكا حاليا هنديين مشركون غناهم مشركا كافرا بالله يا مشرك يا كافر كفر من يزن سبحانه وتعالى ومات على ذلك هفوج مزن غوزين وجمل ذا بيزيرولين يكاو كاسيتا بجمويلو ليس له في الاخره الا النار كسنا رغارمو مارس القيامه كاسدو امرو ونعوذ بالله مخلدا فيها ابدا الابد وجوكي هدى ايما كنفروا الرهي حتى إن العذاب لا يخفف عنه أتي عذاب كان أبوه السوايو كان أبوه للسيوى لا يخفف عنهم من عذابها بل يزيد سبحان الله نعوذ بالله من ذلك بل يجوز لشيوى عذاب شاكن أبوه السيوى ولهذا قال بعض أئمة التفسير هزو بعض ما إمامه هي تفسير القرآن مبوكاية إن أشد آية على المشركين يوم القيامة وهم في النار قول الله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا يعني مهم اذا ينزيروا او ينزيروك او يجو تابيشا اما كفار اما مشركين وجوك امروني مجلس القيامه هرمو عذاب يهم رونغاكو بالا
زي روزو كوتا بشاكو وروزي أزامو أو أيجو كوتا بشاكو دي أيينو فذوقوا نمذوقوا ينذابوا فلن نزيدكم إلا عذاب أكرنا كم مزلشان روغويو كاسي عذاب جوام لوكا فذوقوا باقا جنبا فانو كم رجيم جو سامهيلو مجو مغوزوا كتفلاني واجوك عني زين روسو زي جو مغوزا زين روسو زي جو مغوزا شارع زيوام لوكا فلن نزيدكم إلا عذاب لازم أبغى أزوك روسو جمع جمع روسو وين روسو يا مين بيندني روسو زمورهني إنه هذا أبو يا مورهني نعم يوم هذا أبو نزيرو نمرو تورسوري ومورال ما جا مين باش جا شيء زوج واو يوم هذا أبو نزيرو كريم رسول الله رعني أبو يوم رانو جاكن سالو تورسوري مير هرو ميرو بوزوكا كاو فنجا جاو كاو نسي بازي ميواني أبو جلاه كاو نسي فنجا إلا يو تابي شمروا كوي rani ka utulu mumse kwa benzima hafumwa uge inde aya ikawe nyuta bishaku wa mushrikina bo armo mro yatmauna fi takhfif au kango yatmo kendri waju khafishiwa adhabu shamgu mabu kendri au an yuqda alayhim fayamutu awwalamha wa hukum lazim balawa fi bah au an yuadu ila ad-dunya aw rajza dunyani ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه وجوا فنعمل جميعك وسبزوا كوفانيا فيقال لهم وجوا بيوا فذوقوا فلن نزلكم إلا عذابا اللهم لا تجعلنا منهم نزم ركور رسيش كيسي مغري من روان وجوا بلا نمذوقوا ينذابوا باكا نمزيشين روكا سي ينذابوا يعني زلان روكو مازتما نزيلا إما مخففشوا ينذابوا إما مرجزوا وفنيا إما مبهموكم لازيس إما مرجزوا الدنيا وفنيا عمل جميعك وسبزوا كوكباليوا ونعوذ بالله وجاء كل ذلك يستوجب الخوف من الشرك اذا وزن كبير بس شاو من ادم يا كمهاره نذا بلا شرك لين ولا حنا درس ما دزين ولازم زين الشرك شو هكو وزي بليو الى راس شيء راس جدا كان هو جمال شو كم كان جه شيء من جك جوا الى رو تاوز زين وزي من الشرك ونرس ندو ملوا كاغي ورون سملا لو هي وغاغي ورارسون دو ميلما زار مزه و وتور وتوريكا وزيوا مرير زر حاجه زامرو بي اجر جزوهم يزم سبحانه وتعالى كل ذلك استجب الخوف من الشرك زر وزن في انغاز بس شاو ما ادم كم هاره من الشرك والحذر من الوقوع فيه رجاز هذا رزاح جون جهجيار ميو واللجوء الدائم الى الله ادوجر جز دائم همو سبحانه وتعالى ان يقي عبده وان يعيذه من الشرك والكفر ya rumuomba ukao mwezi mnipue na adhabu mwezi mnipue na shirki mwezi mnipue na ukafiri wa nifaki wa dhalal nipue na unafiki na upotefu rumuomba mwezi mudaima ukaya allahumma inni a'udhu bika min ash-shirki wal kufri wal nifaki wal dhalal mwezi mnipue na shirki unipue na kufru unipue na upotefu unipue na unafiki wanzur fi hadha al-bab ilabu al-khawf min ash-shirki دعوة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء خليل الله عليه الصلاة والسلام وسلامه يعني أنجلي هرم من جون يعني هرم من جوا وكاو كم هار نلذا بلا شرك أنجلي بما يمتم إبراهيم عليه السلام منزل وهم يزم جوا خاصة يكاو ده إمام وهو وكاو ورثي هنا مرورسي وجي وصلهم ورثي شركي وجاج ملار متوحيد صلوات الله وسلامه عليه أبو كنري قال في دعائه أبار مبو يا كوما وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام يعني نبو دمين وانا هانغو ريتسابو لما سنام ونبو إرن لبايلو نبو إرن لذب إلى شركيلو دمين وانا هانغو ريتسابو لما سنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس نيزم ومفوميوا إما سنام يانوا بتزوارو ونجيار موانا دامو ونجي haumbo mwezi Mungu yampuwe na dhambi pamoja na kai nabii yemtume shaumbo mwezi Mungu kanipuwe na dhambi idha yale mwaka kumhara nilo wanganzo ka mtume Ibrahim kumhara mimi nahnu mbabi aula sisi basi aula wakarike wahara na dhambi hilo tambia mi alhamdulillah mswali amjo tauhidi mruka kanu kari mujuru ndomba mwezi Mungu nipoe na shari nipoe na shari wenge iyo da duwan yamtu ibrahim lidhalika ibrahim at-taymi rahimahullah ta'ala wa huwa min a'immati as-salaf hamukaw man ya'manu al-bala'a ba'da ibrahim alu bijuka fara'aman lil-balin wa la shirki linu
بنا بسم ابراهيم يعني كم بسم ابراهيم كذا كان اماني انا كذا جيب فاتس اماني شاها وهم يزمو كان نفو نذب ليم ابو كاسي على زمو اردا ادو جيرنو كا ميمرو واحد مين سنتابو مي ساسونغو دائما دو جيرجزو هم كم يزمو نثبتيش يزمو نقولش شاشيرك نوكوتيف لنفاخ نو كافير. إذا كان إبراهيم خاف على نفسه عليه السلام وسأل ربه عز وجل فقال وجنبني وبني أن أعبد الأصنام كم تم إبراهيم على نفسه مياها لذهب إلى شرك لي هم بومي يزمو سبحانه وتعالى فهم يواهي يمقو أن لذهب إلى شرك أي جعلني يا ربي في جانب بعيد عن الأصنام وعن عبادتها ميزمو أكوانو كم يزمو نبو نجل نكي هول نما سنميانو نو كان يعبدي يطلب من الله أن يحميه وهم يزمو يا وهم يزمو يم حفاظي وأن يقيه يمحو وأن يسلمه يمسلميش نلبالا لا شرك لي نلذب لا شرك لي وهو الذي كسر الأصنام بيده نيل بك وهو إما السنام هم هنوها شاهم جنيزو كجكا وجيب سأماني لذب لي نشاك مهارا صلوات الله وسلامه عليه فكيف يأمن غيره على نفسه ولا يخاف نمناجي وجوك مرواساك جيب سأماني نلذب لي نشاك مهارا ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يواظب عليه كل صباح ومساء ومن دعائك وانتبه صلى الله عليه وسلم وزيوبا رتاسي ربجيو وهو ثابت في كتاب الأدب المفرد يؤثي بترويج كتاب الأدب المفرد يا إمام البخاري الإمام البخاري من الشعب وهو الأدب المفرد وغيره نتوسي نديزه ليه ديزيو إكاو أذكري ذكرين ثبيت أنه كان يقول ثلاث مرات إذا أصبح وكان رارو يكاشل ابو تاسي يعني متوم صلى الله عليه وسلم اكو اسم ذكرين وكاشل ابو تاسي كدو دار وثلاث مرات اذا امسى نكدو دار يكهرده يكاه ربجوني يعني بمغربي قال ادم بن ري اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر يزم هو مومبوني بو بومي عبد حتى وجه امبوني بونو كافر وفخاره يعني فخره ومبلوان وفخره وروح شعر جو كم تونس الله صلى الله عليه وسلم هل يكان يوكا جا كان هل يوتا جيرينا ما بيسا مين جينا زي انتكاين شا هكان يوتا جيروا وارو إن الغنى غنى القلب اللهم إني أعوذ بك من عذاب الخبر ويزم بمني عبد الحق ووشي أمو مبوني بو نعذب يوكا بورين لا إله إلا أنت كواتي من عبد الحق يتوسين داو إذن كما بين دعين وكا دونار وكم يزم سبحانه وسلم كونو كافيري وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك أمنت ميزم يعني إثبت سنوكادو هم برمي دعيها اللهم لك أسلمت وهو بمت هو بمي عبدها قوى ويكشي ها ودونا سليم شأمر يعني تيجي سليم شأمر وهاهو سليم تيجي سليم شأمر وهاهو وبك أمنت يعني ودونا أميني أو تي أميني هاوي وعليك توكلت وهاهو وهاهو جودنا توكالي وإليك نبت وهاه جود رجعي أو هاه دون رجعي وأني دون رجعي توبي نجميل وجمعي طوان رتسي معاس وبك خاصمت هاو دوني وانغاناو إشند ناو نفهم مجادلة دامينو أروكا وانزو رجزي دين دين بولي اللهم إني أعوذ بك أعوذ بإزتك ميزمك من عبد الحق ويشي يموتاه ونبوه هي وتكفوها ونزنفوزها لا إله إلا أنت كواسم يعبد حق توسين داوي أن تضلني ونوبو نيبو يا موسى حفاظي ونيفاظ لك ونيبوتيز أن نيبو نشرش لك ونيبوتيز أنت الحي الذي لا يموت وليم كان مويكاو كنا فرهوفا لو حياتي وكامليها وتونا نفسي كنا فرولاو كنا فرهوفا والجن والإنس يموتون نواجين وانا دام وجوهوفا وكان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام لكا وهوينجي وهيزب وزهاهي حكوا هذا يا مقلب القلوب يوم يوكا وسيني ثبت قلبي على دينك ثبت شو هو جمال نهاه وفي القرآن هرم القرآن يجي دعين ربنا لا تزغ قلوبنا إنه دعا مهم وكان يسمى لهم يرنجع له اسم دائما هرم الصلاة هرم الزد وزاة وتسد وزاة دعين أو كان دعا مهم وكان هو مهم يسمى ثبت شاسو كوسو مويو أتسور ليس هم وهاه بعد يهكو وسير جرم وبتف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ميزم سير لسمي يهات
ila waru mwe haki ondaru mwe potefu nyezi mungu si hawe miyo ya hatu utipoteze miyo ya hatu baada idhari tena baada wa yokohowa baada wa rokohowa ripwe neza bila ripwe no karipwe rejaru mwe potefu wahabilana miladunka rahma urimike rahma ikamu jula wananahu miyezi mswani wa ta'ala na yunu ayayinu yatamru hara wakaa sambeho ko haleho baba nuba ka wanji ko hanwar je jingoni nasu Allah salamatu wal afiya nasu Allah thabat daima wazuki muhara udo ba mwenyezi Mungu athibitishi baba nuwenji si sababu daima kaya anga mzimaru na shifwa tarabu ka anga maulama wa maulama wa maulama bi maana al kalima wazi hazion suradini mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shaw muswa wa dendri muswa ha wa da tawba ndra baka wasi mwenyezi Mungu kwa si hata kwa si Mungu wajaru ilhadi wa yadu billah na wanu wako tungaziyo, wako usumaze hadithi, nusumesa, nusufasire Qur'ani shawo data, warajahidi ngoni, waliyadhu billah wajababa akabati mungu wange mrasi hadali hukande wa mswali alwababa manu, alwati shana wakote lau shaa rabbuka, kunta aidham mithlahum yani inge mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala kahadu sulu kamanda wana falqalbu baina asabi arrahmani akawomo wabaina hima mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala kawadu msulu kawusajahu wili wangarewa na maulu kangwa zunusujo kausa yothibitishe yede hanzo yafanye zunzo yafanye yufanye zunzo kaudo yanzo yafanye yufanye zunzumrada ima kia uzumu liila norijuha mungu yamthibitishe wallahu ta'ala alam wa ahkam wa sallahu ala nabina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi wa sallam.